السلام عليكم. في الجزء الأول من موضوع الصحافة العراقية ناقشنا تاريخها في العهدين العثماني والملكي حتى عام 1958، وقد لاحظنا أن الصحافة تمتعت بقدر من الحرية بعد الحرب العالمية الثانية منذ عام 1946، لولا صدور مرسوم المطبوعات رقم 24 لسنة 1954 في عهد وزارة نور السعيد الذي قيد حريتها. ومن هذه الصحف لواء الاستقلال وصوت الأهالي وصوت الأحرار والسياسة، وهي صحف الأحزاب السياسية التي سمح لها بالعمل في هذه المرحلة، إضافة إلى صحف مستقلة مثل اليقظة والبلاد والزمان والخبر والمستقبل وغيرها. اليوم وفي حلقتنا هذه سنتناول الصحافة العراقية في العهد الجمهوري حتى يومنا هذا. فعندما سقط النظام الملكي في العراق وحل محله النظام الجمهوري في 14 تموز 1958 سمح لجميع الصحف التي كانت محظورة في العهد الملكي بالصدور، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الصحافة العراقية ارتبطت بتطورات الأحداث السياسية في عهد عبد الكريم قاسم والعهد العارفي وعهد البعث وباتجاهات مختلفة، خصوصا الاتجاهين الشيوعي والقومي اللذين انعكس صراعهما على الصحافة في العراق، مثل صحيفة اتحاد الشعب التي مثلت الشيوعيين والحرية والوحدة والعروة الوثقى والجمهورية وغيرها من الصحف القومية. ولعل أخطر حدث هو تأميم الصحافة لتصبح ملكا للدولة بصدور قانون المؤسسة العامة للصحافة عام 1966 في عهد الرئيس عبد السلام محمد عارف. نستكمل اليوم لقاءنا مع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي، أستاذ الإعلام في جامعة البتراء ونائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والفنون في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات. فأهلا وسهلا به. أهلا دكتور. دكتور أهلا وسهلا بك. بالحلقة السابقة توقفنا عند نهاية النظام الصحافة مع نهاية النظام الملكي في العراق. في حلقتنا لهذا اليوم نريد أن نستكمل بحثنا وحوارنا عن الصحافة في العهد الجمهوري، وأبدأ بالتغيير الكبير الذي حدث في العراق بين ليلة وضحاها عندما سقط النظام الملكي فجأة وجاء النظام الجمهوري في 14 تموز 58. ماذا كان تأثير ذلك على الصحافة العراقية؟ ماذا حدث لصحف العهد الملكي أمام صحف ثورة 14 تموز؟ شكرا دكتور على الاستضافة، وأيضا شكرا على الاهتمام بهذا الموضوع، موضوع الصحافة العراقية. وكما قلنا نحن كباحثين وكمتخصصين ربما يعني مقصرين في موضوع تدوين تاريخ ومواقف هذه الصحافة اللي لها طبعا دور كبير في تاريخ العراق المعاصر. حقيقة قبل ما أتحدث عن الصحافة أعيد أشير إلى فالنقطة كلش مهمة، يعني حتى نأسس لمرحلة ما بعد 1958 أو بعد 14 تموز 1958. أتذكر جيدا وأنا أطلع على بعض الوثائق أنني قرأت أن هناك استعراض عسكري حدث في بغداد للقوات التي يعني مسؤولة عن حماية بغداد، وكان اللي يرعى الحفل هو طبعا نور السعيد، وكان بجنبه الحاكم العسكري أو الملحق العسكري البريطاني. فعندما وصلت قيادة الأرتال المستعرضة أمام المنصة فنزلوا 4 ضباط للسلام على نور السعيد.
الحاكم العسكري شاف احتفاء نور السعيد بالضباط الأربعة، الملحق العسكري الاحتفاء بالأربعة ضباط، فورا ما نزلوا الأربعة ضباط الملحق العسكري أو الملحق العسكري، فقال له نور السعيد، قال له هؤلاء سيقودون يعني انقلاب ضدك. الضباط الأربعة كان أبرز اثنين بهم هو عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم. الشيء الملفت للانتباه انه ما حدث بعد ثورة 14 تموز او تغيير في 14 تموز او بعض يسميه انقلاب 14 تموز، حقيقة اكو مسألتين حساسة جدا. المسألة الاولى ان الحدث هذا كان يقف يعني خلف طرفين، طرف ايديولوجي اللي هم حزب البعث والحزب الشيوعي، وخلف الجانب الثاني هو العسكري اللي عبد الكريم قاسم ضباط الأحرار. عندما حدثت عملية التغيير نلاحظ أن المجموعتين اشتغلوا بطريقة متوازية، ليس بطريقة يعني متناسقة منسجمة، يعني كلهم اشتغل بطريقة معينة. الفرصة الكبيرة كانت أمام هذه الأحزاب اللي كانت تشتغل بطريقة سرية قبل 14 تموز، صارت بالجبهة بالسبعة، بالضبط الجبهة الوطنية. ولكن هذه الجبهة الحقيقة تثلمت أو تكسرت بعد هيمنة الشيوعيين على المشهد السياسي وانفرادهم بالسلطة، إلى درجة أن حتى عبد الكريم قاسم في لحظة من اللحظات يعني بدأ يشعر أن هؤلاء بدأوا يشكلون عبء عليه نتيجة الأحداث اللي صارت بالموصل وفي بغداد من قتل ويعني مشاكل كثيرة جدا، كان سببها الأساسي هو طبعا انفراد الشيوعيين بالموضوع. الشيوعيين أصدروا عدد من الصحف في ذلك الوقت اللي قسم منها كان سري فأصبح علني، وأيضا حزب البعث أصدر صحيفة الجمهورية إضافة إلى الصحف اللي أصدرها يعني بعض الموالين للتيار القومي العربي. هنا المشكلة الأساسية كان هو صراع سياسي، الحزب الشيوعي أصدر اتحاد الشعب، بالضبط كانت سرية صارت علنية، صارت علنية. هذه الأحزاب السياسية حقيقة انعكست يعني وجهات نظرهم المختلفة حول ما يجب أن يكون بعد 14 تموز، انعكست من خلال الصحف، من خلال المواقف، من خلال التحريك الشعبي للناس. ولهذا السبب نشوف هذه الفترة من 14 تموز إلى 8 شباط كان عبارة عن صراع دامي، صراع قاسي بين هذه القوى المتصارعة القومية والشيوعية. وطبعا هذا أثر بشكل سلبي على الصحافة في ذلك الوقت، بمعنى أن الصحف القومية حجبت يعني خلال فترة قريبة، وحتى أنه عبد الكريم قاسم اضطر أن يصدر قرارات ووقف فيها كل الصلاحيات لكل الجهات اللي اشتركت بالتغيير، تغيير 14 تموز. ولهذا السبب لم تكن هناك ملامح واضحة لهذه الفترة بحيث للصحافة تكون فدهوية يعني مؤثرة وقوية في تلك الفترة. يعني لو يعني تابعنا الفترة قبل 14 تموز، الصحف كان إلها رغم احنا كنا نقول انه اكو عليها ضغوط يعني وقوانين، ولكن حركتها ومساحتها كانت افضل مما كان عليه في فترة ما 14 تموز. بس دكتور بالبداية الثورة أخذت حريتها الصحافة هي هذا إلى أن ظهر الصراع بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف حول موضوع الوحدة والاتحاد، هو هي هاي هي المسألة الانضمام للجمهورية العربية مضبوط المتحدة من عدمه. يا يعني أنت شبهته بشهر العسل، هو هذا شهر العسل. شهر العسل حقيقة لم صحيح، بس لم يستمر لفترة طويلة. يعني لو نأخذ أولا عبد السلام عارف كان يميل إلى جمال عبد الناصر، و عبد الكريم قاسم كان له وجهة نظر أخرى، يعني هي أن يبتعد عن جمال عبد الناصر أو التيار، هو مو ضد التيار القومي، ولكن لم يكن يريد أن يرتمي هو والدولة بالعراق في أحضان جمال عبد الناصر، بينما عبد السلام كان مرتخي ويعني حاب أنه يدخل مع مصر في وحدة أو في تشكيل أو مع الجمهورية العربية المتحدة. بالضبط بالضبط دكتور، بس تسمح لي. نعم. يعني الصحف
بالبداية صدرت بكل أشكالها. مضبوط. يعني تعكس الشارع اللي كان قسم يصحون واحدة واحدة، عربية، عراق ومصر وسوريا، اللي هم القوميين والبعثيين. نعم. والشيوعيين يصيحون اتحاد فدرالي صداقة سوفيتي. بالضبط. هذه انعكست بالصحف. هاي أثناء فترة العسل. أي نعم. أي. بعدها. كان يطلق. إحنا صحيح بعدين من انضرب عبد السلام عارف، من اتهم بأنه دا يتآمر وكذا، الأمور اختلفت. أصبح الشيوعيين هم مسيطرين على الشارع، سيطروا على الشارع، تمام؟ نعم. سيطروا، الصحافة سيطرت عقائدياً، أصبح تثقيف اتحاد الشعب وغيرها والشبيبة والديمقراطية وغيرها من الصحف أصبحت هي المسيطرة على الشارع. لما وصلت إلى حد المجازر اللي حدثت في كركوك وغيرها، وعبد الكريم قاسم رفض هذا الشيء، موصل نعم. والموصل نعم، انقلب عليهم، وبالتالي بدأت الصحافة الشيوعية تنحسر، وفسح مجال للصحف القومية أن تصدر. إيه هو يعني احنا حرية، الفجر الجديد. بالضبط. إحنا هنا حتى ألقى خطاب إذا تذكر. إيه هاي مال 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 يوسف، كنيسة مال يوسف. لا الخطير. وراها بنقابة الصحفيين. أيه. نعم نعم. نقاب مال يوسف اللي أعلن يعني هاجم بالشيوعيين. أيه. سماهم فوضويين. نعم. بس بعدين عبد الكريم قاسم في مؤتمر في ما هو ما سمحوا بتأسيس نقابة الصحفيين. هي هذه حقيقة. في المؤتمر الثاني للنقابة هاجمهم. مضبوط. قالهم كل الصحافة نزلت الحضيض، وانتوا قسمتوا الشعب، وانتوا كذا وانتوا كذا. هي هذه حقيقة. هي هذه. هل كان محق هو؟ هو هي هذه اللي احنا يعني حقيقة يعني تستوقفنا هذه الفترة، انه كان اكو هناك تذبذب، يعني ماكو هناك مسارات واضحة. يعني قبل 14 تموز المسارات تقدر تكون واضحة، يعني مثلا ما تقول 10 سنوات، هذه رغم انه فترة قصيرة جدا، انه شابتها كثير من يعني الظواهر السلبية. من 58 دكتور ل 63. 63 احمد انا 58 ل 63. بالضبط. خمس سنين. قبلها من تاخذ مثلا 10 سنوات، يعني من 48 مثلا اكو ملامح معينة للصحافة. هذه 5 سنوات يعني شوف، كل تقريبا سنة ونص هناك توجه معين للصحافة، مواقف معينة للصحافة. هذا هو حقيقة الملفت للانتباه في هذه الفترة القصيرة اللي هي خمسة سنوات. ولذلك يعني عبد الكريم قاسم يعني وصل إلى مرحلة، يعني هل يبقى على هذه المساحات القليلة من الحرية أم يكبتها؟ هل هو مع التيار الشيوعي أو مع التيار القومي؟ هذه حقيقة كانت كلها عملية فعل ورد فعل. لذلك ماكو شيء واضح بهذه الفترة من 14 تموز. بس كانت الصحف تشتغل، شيوعيين، بعثيين، قوميين، كلها. ومع ذلك يعني أغلقت البعض منها. أي. لذلك هذه الفترة أيضا شهدت نشاط للصحافة السرية، خصوصا يعني البعثيين والقوميين كان عندهم نشاط في مجال الصحافة السرية، نشاط قوي جدا. يعني المنشورات والصحف، لان كانوا يهيئون لاستلام السلطه. بالضبط. يعني كانوا يشتغلون مضربات الطلبه. مضبوط. اللي يعني سبقت 63 8 اشباط، هذه كلها كانت اكو صحف سريه. بالضبط. هاي كان شغل الصحافه السريه اكثر من الصحافه، تعرف الصحافه العلنيه يعني مرهونه بالقوانين والقرارات تصدر من الحكومه، والحكومه كانت ذات طابع عسكري صرف. يعني عبد الكريم قاسم كان منطي سلطات كبيره، مثلا الضباط العسكري أو القوات اللي كان مسيطرة على بغداد. هذه حقيقة يعني مظاهر جديدة، يعني العسكر يسيطرون على كل شيء في البلد. يعني مثلا كل العالم، وهي بعد محاولة اغتياله دكتور. اي ما يخالف، بعد محاولة اغتياله ب 59. مضبوط. يعني بدأ يتخذ إجراءات ليحمي نفسه ويحمي هو نظامه. هي هاي الشغلة، فعل ورد فعل. يعني ماكو شيء مدروس، ماكو شيء مثلا. بس الصحف كانت ترى تكتب كل شيء. هو صحيح. أنا الحقيقة طلعت على كثير من هذا، بس هي يعني جزء يعني صغير. يعني أنا عايشة. أي. يعني هاي الفترة إحنا عشناها. أنت عايشة. بس كنا بالثانوية. أي. وكنا بالكلية. مضبوط. بالإضرابات كنا بالكلية اللي سبقت 63 شباط 63. مضبوط. مضبوط. فلذلك يعني هذه المساحات من الحرية أنا شبهها مثل جزء صغيرة من الحرية وسط يعني خلينا نقول نهر من القوانين الصارمة اللي كانت تصدر، مثل ما قلت كانت فعل على الحالات اللي تصير داخل المجتمع العراقي. زين دكتور العد، ب 63 قمع كل الصحف الشيوعيه وراحت. مو هي هاي استلم البعث السلطه ب 63 8 شباط، حوالي 10 اشهر مو تمام، من 8 شباط الى 18 تشرين
ما ظلت صحافة شيوعية. مضبوط. بالسجون والمعتقلات وبقى فقط وصدرت فقط الجمهورية اللي صار اسمها الجماهير. بالضبط. الحقيقة هي هذه الفترة. شوف احنا دا نشتغل يعني الفعل. احنا نوثق تاريخ. مضبوط. دا نشتغل يعني على مظهر بفعل ورد فعل. يعني مثلا الجوي البعثيين والقوميين انتقموا من الشيوعيين. نعم. تلاحظ شون؟ يعني تاخذ 10 اشهر. هذه 10 اشهر شنو صار بها؟ اولا جزء كبير من اهتمام الدولة الجديدة او النظام الجديد راح باتجاه انه يصير وحدة مع مصر ومع سوريا. هذا اخذ جزء مهم من الاهتمام من التركيز. الجزء الثاني كيف ينتقمون من الذين سبق وان يعني مارسوا العنف ضدهم في فترة عبد الكريم قاسم. الشغلة الثالثة هو الصراع بين عبد السلام وبين البعثيين. وأيضا حتى داخل البيت القومي، خلينا نسميه البيت القومي اللي هو القوميين العرب والبعثيين، أيضا صار شنو انفصام. يعني وكأنه صاروا يعني كتلتين جبهتين، وحدة تصارع الأخرى. هذه حقيقة كلها بعشرة أشهر، فتخيل كيف سيكون حال الصحافة في وضع مزري كهذا. ولذلك شوف الصحافة في العشرة أشهر هذه ما كان إنها فد يعني دور متميز، فقط كان عبارة عن شعارات يعني تدفع باتجاه العمل القومي مع مصر وسوريا، الوحدة العربية إلى غير ذلك. طبعا شدت هذه المرحلة تتذكر حضرتك الوحدة العربية بين مصر وسوريا والوحدة الثلاثية. الثلاثية بالضبط. هذه أخذت حقيقة اهتمام. نعم. اهتمام يعني وحيز كبير أكثر من الجوانب الأخرى اللي ممكن نسقطها على يعني تحليل واقع الصحافة العراقية في ذلك الوقت. اللي أريده تدري بهل كم شهر هذه. نعم. اللي أقل من سنة حدثت تطورات خطيرة في داخل حزب البعث. نعم. يعني بالبداية الكل منسجم، بعدين صراع داخل القيادة القطرية، بعدين صراع مع عبد السلام عارف، صفاهم عبد السلام عارف وانضم إلى بعض الجماعات من البعث بحيث أنهى نهائيا حكم البعث باسم التصحيح واستلم السلطة بعد ذلك. تمام ولا لا؟ بعد بنفس السنة بال63. الصحافة عكست كل هذه الأحداث. أنا أتذكر كنا نقرأ بالصحف كل هذه التطورات، قسم منها تصدر بشكل سري من خلال الحزب البعث وقسم الشيوعيين أيضا يكتبون، والصحافة كانت تعكس هذه الأحداث. سفروا علي صالح السعدي وجماعته، انعقد مؤتمر كذا. هذه كلها 13 تشرين. هذه كلها بالضبط 18 تشرين. هي هذه حقيقة بالأشهر الأخيرة أظن يعني الشهر التاسع والعاشر من العمر. نعم. هذه الثورة والتغيير شتي يسميه هي هاي الشهرين الأخيرة حقيقة كل هاي الأحداث صارت بهاي الشهرين. أي. يعني وكأنه هذه الفترات الثمانية أشهر كان يعني هناك النار تغلي وهذه النار. نعم. طبعا احنا لازم ننسى ايضا وكالة الانباء العراقية تأسست. هي هذه حقيقة شغلتين مهمة جدا في هذه الفترة، هي قيام نقابة الصحفيين وطبعا حدث مهم جدا طبعاً. وايضا تأسيس وكالة الانباء، وهذا طبعا حقيقة اذا كل شيء يحسب لفترة يعني ما بعد عبد الكريم قاسم، فهي هذه مسألتين المهمة جدا في تاريخ الصحافة العراقية. يعني وكالة حقيقة كان لها يعني أول نقيب للصحفيين كان محمد مهدي جواهر. بالضبط صالح. أي محمد مهدي جواهر كانوا مسيطرين، والنقابة أيضا تبعث الحركة السياسية. بالضبط. مرة يسيطرون على الشيوعيين، بعدين يجون البعثيين يسيطرون عليها بعد 63 والقوميين وتنعكس هذه على الصحافة. بس وكالة الأنباء العراقية دكتور لعبت دور كبير في طبعاً تزويد الصحافة طبعاً بالأخبار المحلية هو حقيقة والعالمية. أنا أعتبر مكسب حقيقة وكالة الأنباء العراقية في الصرح يعني إعلامي صحفي كبير جدا، مو فقط على مستوى العراق وإنما حتى على مستوى المنطقة العربية. يعني إحنا قبل كنا نعرف وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. نعم. نعم. جت وكالة الأنباء العراقية يعني عمل جبار كبير مهم، ولولا الظروف هذه المتغيرة يعني المتوترة بالعراق لكان ربما الوكالة كان يكون هنا بعد يعني عربي وعالمي أكثر مما كانت عليه في ذلك الوقت. ولذلك يعني هذه يعني حقيقة مسألتين خطيرة جدا أعتبرها أنه كان إنجاز لفترة
عبد الكريم قاسم هو وطورت الصحف ايضا مو من نعم. ناحيه المانشيت من ناحيه هو هذه الصحافه تطورت يعني من ناحيه الطباعه والاصدارات في فتره عبد الكريم يعني بعد في العهد الجمهوري. هو حقيقه شنو صار يعني انت تعرف حضرتك من تدخل الايديولوجيا يعني مثلا انت من تقول الشيوعيين الشيوعيين هم طبعا لا يستمدون يعني كل نشاطاتهم وعملهم الاعلامي من تجربتهم العراقيه. هم دائما كان اكو دورات سرهم في موسكو في الدول الاشتراكيه اذا تلاحظ شلون فكانوا ينقلون تجارب خارجيه اذا تلاحظ شلون الاتجاه الثاني القومي كان يعتمد على شنو تجربه مصر الجمهوريه العربيه المتحده بالضبط ومصر ايضا اخذت تجارب من دول اخرى اذا تلاحظ شلون فكان تجي هاي التجارب كلها من خارج فاكيد تنعكس وين تنعكس على الـ يعني الاخراج على المانشيتات على الأعمدة على يعني زين والجانب التقني أيضا وسائل الطباعة تطورت بشكل كبير. هو حقيقة يعني أظن يعني هي هالمسألة كان مرتبطة بنشاط الدولة. الدولة اهتمامها يعني أن تجيب مثلا تنشئ مؤسسات حكومية للطباعة هذا حقيقة كانت للمؤسسات الدولة. على مستوى القطاع الخاص يعني الصحف اللي خاصة بالقطاع الخاص ما شهدت ذاك التطور الكبير في موضوع الطباعة يعني فقط الصحف اللي كانت تابعة أو تصدر عن جهات رسمية أو قريبة من الرسمية هذه كان يعني لها حظوة أو لها فرصة أن تستفيد من التطور في الطباعة. أما الصحف يعني أنا أحكي لك إلى حد فترة قبل الاحتلال أغلب الصحف هي كانت شسمه تصدر من مطابع من تلك الفترة يعني المطابع اللي كانت قيمة بداية العهد الجمهوري بالضبط اللي هي كلها كلاسيكية وتقليدية يعني ليست بذاك المستوى. أنا أتذكر فالشيء دائما كان يعني يلفت انتباهي من كنا طلاب البكالوريوس بالإعلام كنا نروح نزور بعض المطابع يستخدمون هاي الطريقة معكم يعني وضع الأحرف نعم رص التصفيط بالضبط تصفيط يعني الطريقة القديمة. وأتذكر كنت مرة سألت واحد من العمال قلت له أنت جيت أخذ راتب قال راتبي 45 45 كان رقم يعني كبير رقم كبير فأنا بعدين قلت هذا ليش دي أخذ 45 فطلع أنه هذا الرجال المسكين هذا مجرد ما يطلع تقاعد أو رأسه يموت لأنه كل أمراض الكون تحصل به نتيجة رصاص مالته بالضبط بالضبط نعم بالضبط. نعم بالضبط. طيب دكتور بحوث وأطاريح منها أطروحة باللغة الإنجليزية بجامعة بوسطن عن الصحافة العراقية إلى عام 66 اعتبرت صدور قانون المؤسسة العامة للصحافة 66 في زمن عبد السلام عارف نهاية حرية الصحافة قال لك خلاص بعد قيدت الصحافة لأنها أصبحت تابعة للدولة يعني 63 أيضا بس هنا الآن قننت بقانون. نعم شنو رأيك بهذا الموضوع؟ هو حقيقة مشكلة يعني عبد السلام عارف وقول الله يرحمهم جميعا الذين ماتوا كان يعني رامي كل أحماله وأثقاله وما يمتلك في حضن جمهورية مصر العربية أو جمهورية العربية المتحدة. وطبعا كل شيء كان يحدث في مصر ويحاول يعكسه يعني صحيح. في العراق ولذلك لم يكن مفاجئا أن يتخذ مثل هذه الخطوات وهي حقيقة مو فقط تكميم أفواه الصحافة بقدر ما هو السيطرة على المجتمع يعني سيطرة كاملة بحيث لا يسمح لقوى مثل ما كان يعني قبل 14 تموز أنه كان هناك يعني يعني هي مو جزء من النظام الاشتراكي المشابه للجمهورية العربية المتحدة تأميم المصارف أي تأميم أي بس احنا قطاع خاص قطاع عام بس ما بقى قطاع خاص بقى قطاع خاص لا لا أبدا هو قلت لك هي هذه المسألة اللي نقلها غلط يعني احنا أولا تجربة العراق يعني بعد 18 تشرين هي غير تجربة مصر من سنة 52 نظام واحد تلاحظ شلون فعندما يتخذون إجراءات معينة هي مبنية على يعني أسس سابقة أو تجربة سابقة أو خلينا نقول بناء مؤسساتي موجود في مصر. فيما يخص العراق يعني أنت وراء سنتين يعني من
18 تشرين تقريبا اقل من 3 سنوات، انت تجي تامن كل شيء بالمجتمع. ماكو مشكله انه تامن من المصانع، ولكن ان تاتي على 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 الصحافه هذا حقيقه يعني كبت لانفاس الوجاء. يعني هم رادوا ينقلوا، يعني رادوا يوحدون القوانين والانظمه كتمهيد للوحده. مضبوط. مع مصر بس هو كان من ضمن الاخطاء الكبيره اللي ارتكبها عبد السلام عارف، واللي حاول اخوه بعدها ان يصححها. يعني هنا اريد اجي يم عهد عبد الرحمن عارف. تدري اهم مجله صدرت والى حد الان هي مستمره هي مجله الف باء يوم 22/5/1968. مضبوط. كثير من الباحثين، يعني قريت مقالات كثيره، يعتبرون عهد عبد الرحمن عارف من اخصب العهود في فترات الصحافه اللي صدر بها قانون الصحافه، بس هم يعتبرون هذه المرحله تختلف عن سابقتها اللي تمثلت بفتره عبد السلام عارف. مرحله عبد الرحمن عارف يبدو اعطى حريه كامله للصحافه. هو قلت لك يعني انا لفت انتباهي يعني بصراحه اثناء دراستي بالدكتوراه، انا طبعا احيانا اشوف اشياء هي ما لها علاقه بشغلي بس اقراها. نعم. فطلعت على بعض الصحف، ومنها اعتقد الصحيفه كانت تصدر عن نقابات العمال على ما اتذكر يعني في وقتها. فهذه كانت تنتقد يعني اوضاع في المجتمع وفي الدوله بشكل غريب، يعني بحيث انه انا قلت كيف يسمح يعني لهذا النوع من الكلام ان ينشر، او هذا الكلام ان يكتب بصحيفه، وصحيفه كان يعني لها حضور ووزن كبير في مساحة العمل الصحفي في العراق. هو الحقيقة يعني على ما أظن، يعني هو تحليل وليس يعني هو وجهة نظر، عبد الرحمن عارف يمكن انشغالاته الأخرى يعني اللي هي مع الحكومة، يعني هو تعرف هو اجى بعد صراع بينه وبين عبد الرحمن البزاز والعسكر ماله إلى عبد الرحمن لأنه عسكري. هذه حقيقة أكست على سلوك عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بطبيعته مو شخصية مثلا مثل عبد السلام عنده حب الظهور، علم هم أخوان، ما عنده هاي مثل حب الظهور وحب الزعامة بقدر ما هو رئيس يعني هذا. يعني هو بعضهم يقول لم يكن عبد الرحمن عارف يمتلك الحزم الذي كان يمتلكه عبد السلام عارف. بالضبط. عبد الكريم هاني قال لي اياها في لقاء معه. بالضبط. هو وزير كان. بالضبط. فالرجل يعني كان مو متراخي، وانما كان يعني مستوعب بلد يعني على كف عفريت. زين. رئيس السابق سقط الطائره، قرارات التاميم سوت يعني فتره فعل عند الناس، خصوصا الاحزاب السياسيه اللي كانت تضغط بقوه على الدوله وعلى الحكومه. وبين يعني هناك يعني بوادر الشيوعيين يتحركون، البعثيين يتحركون، قوى اخرى تتحرك، وهذا انعكس بالصحف ايضا. طبعا هذا انعكس ولكن مو بشكل واضح جدا. يعني مثلا انت تحس اكو نار تحت الرماد، دا تلاحظ شلون من خلال الكتابات، يعني لو واحد يسوي تحليل مضمون لما كان ينشر تحس اكو شيء، وهو عبد الرحمن بالمناسبه كان يشعر اكو شيء. ولذلك يعني من المفارقات اللطيفة، يعني مثلا كان يبعث على دكتور الأدهم يقول له أحلفك بالقرآن عندك شيء تسوي ضد الدولة يا عبد الرزاق. يعني كان يبعث على بعض الناس. نعم. لأن هو يعني عنده هواجس. التهم والجماعة بالتآمر، أو فعلا بعدين يعني إبراهيم الداود وعبد الرزاق النايف جت معلومات دفع عليهم. بالضبط. قالوا له لا، أول مرة قالوا له سامحنا، ثاني مرة حلفوا بالقرآن ما يسوي. أدري بس الصحافة يعني هنا إذا هاي الحرية، لأن أذكر مرة إلى خطاب بنقابات العمال قاموا يهتفون هتافات انتقادات بها وهو واقف يسمع. بالضبط. فاذا انعكست هاي بالصحف ايضا. هو قلت يعني الصحف كانت تنقل كل الاراء. بالضبط. المتناقضه الموجوده. بالضبط. داخل الحركات السياسيه. بالضبط. بالضبط. هي دا اقول لك هي هاي يمكن بس اكو ايضا صحف سريه كانت موجوده اضافه الى السريه، قصدي صحف الدوله. اي هي هذه استطيع ان اقول اخصب فتره ربما يعني انعكست فيها موضوع الديمقراطيه والحريه ووجهات النظر المتباينة المختلفة. يعني أصبح بإمكان يعني القارئ قارئ الصحافة أن يشوف رأي في أقصى اليمين ورأي في أقصى الشمال، ويشوف آراء أخرى مع وآراء ضد.
حقيقة هذه كان فترة جدا يعني خصبة، ولكنها تنذر أن هناك شيء سيحدث. يعني أنا من حقيقة كنت أقرأ مفسرت هاي الحرية على أنها ضعف، وهي هاي المشكلة، هو ضعف السلطة. قلت لك في حين كانت هي يعني نوع من الديمقراطية اللي سمح بها عبد الرحمن عارف. لا هو قلت لك عبد الرحمن عارف هو عنده يعني تصور، احنا الآن طبعا عندنا نحكم عليه بعد كم سنة صار يعني سنين 50 سنة صار، أكثر من 50 سنة الآن يعني من يعني نصف قرن من الزمن بالضبط. يعني الآن احنا نسقط أحكامنا الآن على تلك الفترة، بس تلك الفترة يعني حقيقة كانت تشهد يعني وضع مو طبيعي. يعني احنا كنا صغار، بس انا احس انه اكو شيء مو طبيعي. يعني اكو شيء يعني دا تحس يعني شلون هسه هذا الجدار اكو شيء ورا الجدار يتحرك، دا تلاحظون الرجل هو حاول يعني ان يعني يوظف كل ما متاح له من صلاحيات من امكانيات، بس كان يجمعهم كلهم، يعني كل السياسيين، كل ممثلي الصحافة، يسوي اجتماعات بالقصر الجمهوري، كان يجمع يجيب كل رؤساء الوزراء السابقين، البكر البزاز، شوف شنو ما موجود بالوزارة الآن، كان أيضا يستقبلهم. هو الرجل للأمانة يعني بس بعدين يعني ولو موضوعنا الصحافة، بس يعني الصحافة هنا تأثرت بهذا الواقع لدرجة أنه تلك يعني قانون الصحافة مالت عبد السلام عارف ما عاد ساري المفروض. هو قلت لك هو يعني لأن أصدر هو واحدة من قانون واحدة تنظيم الصحافة. بالضبط، هو الرجل يعني حاول أن يعني يتجاوز الأخطاء أو القرارات اللي اعتبرت في حينها يعني تعدي على الصحافة وتعدي على الرأي العام، تعدي على حرية التعبير، تلاحظ شون؟ نعم. ولكن المرحلة القليلة اللي يعني قادها أو كان مسؤول بها عبد الرحمن عارف حقيقة لم تتح له الفرصة الكبيرة لأن مثلا يخرج ما في جعبته أو يستفيد من تجربة وخبرات الناس اللي نعم. كان طبعا يتناول نعم. عهد البعث 35 سنة نعم. مر بمفاصل نعم. يعني الصحافة أنا أعتقد مرت بمفاصل نعم. هاي أعتقد أنت كنت عشتها عايشها طبعا عايشها بداية 68 من 68 الحرب العراقية الإيرانية تمام، فترة السبعينات فترة الحرب العراقية الإيرانية، فترة الحصار، هذه كيف تطورت فيها الصحافة؟ يعني أريد تحكي لي بالتفصيل. نعم، أولا واحدة من الملاحظات يعني اللي يعني مفيد أن نضعها الآن أمامنا ونحن نتناول مرحلة خطيرة جدا يعني في تاريخ العراق، مو فقط تاريخ الصحافة، تاريخ العراق يعني المعاصر. الثورة 17 تموز 30 تموز حقيقة أول ما جاءت حاولت أن يعني تستفيد من تجربة الدولة العراقية طيلة السنوات الماضية، خصوصا تجربة 8 شواط، هاي أول وحدة. اثنين، أيضا حاولت تستفيد من أخطاء التجربة من 18 تشرين إلى 1968 17 تموز 68. لذلك شوف الدولة بلشت في خطوات وإجراءات. يعني أولا في تلك الفترة صار انفتاح على الشعب، يعني حوارات نقاشات، وهذا انعكس وين؟ انعكس على الصحافة، صراح سجناء السياسيين بالضبط، انعكس وين؟ على الصحافة، والصحافة أيضا انعكست وين؟ على حركة يعني بدأت تصدر اتحاد الشعب كل والإكراد والكرد. الكرد حقيقة يعني عندهم حقيقة تجربة متميزة، خصوصا تجربة الصحافة السرية يعني بالأربعينات وحتى بالثلاثينات، جريدة يعني خبات كانت خبات، وأكو أيضا كان جريدة بعد ذلك في عهد عبد الكريم، أكو جريدة أيضا بالثلاثينات أيضا كانت تصدر في أربيل. هذا حقيقة الصحف كان لها حضور لها تأثير، وهذا الصحف طبعا بعد ما صارت يعني في زمن البعث أيضا صدرت طبعاً التآخي، طبعا التآخي بعدين تحولت إلى العراق بالضبط. نعم. هذا طبعا حسب المد والجزر بين الدولة وبين العلاقة بين نعم اي وبين الأحزاب الكردية نعم لحد الآن طبعا موجودة جماعة الطلبان وجماعة البرزاني، ولكن للأمانة كان لها حضور وتأثير. صحيح ليس بذلك التأثير مثل ما الصحف الأخرى، ولكن لها كان صوت، لها يعني جمهور، لها وجهات نظر في كثير من الأحيان، كان وجهات نظر يعني أكثرها ما كانت تماشي الدولة. يعني احيانا انت كطالب نعم ما كانت اكو صحافه طلابيه، صحافه عماليه طبعا. هذه ايضا واحده من مزايا هسه نتحدث عنها،
انه الفتره من 17 تموز الى 2003 شهدت حقيقه فد متغير جديد اللي هو الصحافه الاسبوعيه وصحافه الاتحادات والنقابات. يعني انا مثلا يمكن حضرتك ما ادري اشتغلت بها او لا، صوت الطلبه متى كنا اشتغلنا احنا بصوت الطلبه، نقابات العمال عندهم صحف، اكو صحف مهنيه مثل دعوة التلفزيون عندها كذا كذا صحيفه، صوت الفلاح، صوت الفلاح. فحقيقه شوف هنا الجانب المهني، الجانب الفني، الجانب الجماهيري برز بشكل يعني حقيقه متميز. وكان يعني مثلا الصحف العسكريه يعني مثل صوت اظن حراس الوطن، حراس الوطن وصلت مرحله تنافس الباء، يعني لولا الظروف الباء ايضا تطورت، يعني تطورت بشكل كبير، اصبح لها يعني حضور متميز مو على مستوى العربي حتى على مستوى يعني مو مستوى العراق، مستوى العربي ايضا يعني كان لها جمهور وحضور كبير. هذه حقيقه اضافه الى فتره التسعينات. زين اريد قبل التسعينات لانه ما بقى عندي غير 10 دقائق. ما هو يعني فترة الحصار، ترى قصدي العفو، فترة الحرب العراقية الإيرانية، الصحافة تحددت بسبب الحرب بالضبط، صارت حكومية بحتة بالضبط، تمام؟ يعني أجندة الدولة. زين فترة الحصار، فترة الحصار هي هاي حقيقة النقطة المهمة، شهدت في شيء جديد هو حقيقة هي الصحافة الأسبوعية. صار عندنا تقريبا أكثر من 33 صحيفة أسبوعية، هذه الصحف منها مهنية منها قطاعية ومنها للمحافظات. يعني أنا كان لي يعني شرف أكون رئيس تحرير اثنين من الصحف، جريتين اللي هي الإعلام والأنبار، أنبار خاصة بالأنبار والإعلام يعني خاصة بال يعني الوسط الأكاديمي وجامعة بغداد، يعني الوسط الطلابي. أي فهذه حقيقة تجربة كانت متميزة يعني، وكان هناك مساحة كبيرة لل وجهات النظر والآراء والانتقادات. تتذكر حضرتك كنت مدير عام إذاعة التلفزيون، يعني كنا ما نكتبه كل ينزعجون من عنده، يعني المسؤولين الصحف هالفترة هذه الأسبوعية. وأيضا الشيء المتميز في هذه يعني الفترة هي غير جمهورية والثورة، أبدا أبدا هاي حكومية بحتة، 33 بس كانت انتقادات يعني طبعا قوية. بس احيانا ترى غير منصفه، طبعا انا اقول لك غير منصفه مو شو مكان، طبعا اتذكر يعني اتذكر من كنا نتداول الحديث حول هذا الموضوع. وايضا هنا صدت جريده بابل والبعث الرياضي، حقيقه بابل كانت تمثل ظاهره يعني ظاهره متميزه في الصحافه العراقيه. اول شيء يعني انا كان لي شرف اكتب الافتتاحيه 5 ايام يعني من موضوع بابل وغيرها من الصحف اللي صدرت في كل وكانت تكتب بالحقيقة بحرية تامة وبانتقادات أحيانا غير منصفة مثل ما قلت. صحيح صحيح. احنا بالإذاعة والتلفزيون عدنا اصدار مجلة الإذاعة والتلفزيون وبدينا يعني كان ايضا حضور يعني هو الحقيقة الفترة الأخيرة قبل الاحتلال بدأت الحياة تدب من جديد يعني في العمل الإعلامي بالصحافة. يعني كنت زين وراء الاحتلال شلون الآن انا هاي اخر شيء اريد كارثة يعني شو تفسر لي هل الفورة هذه والإفاضة والانطلاقة لقد صحافة ما أدري قد صار 263 صحيفة أي. يعني إذا كانت هذه وزيرة الخارجية الأمريكية تقول أن هناك الفوضى خلاقة، فما حدث في الصحافة وفي الإعلام بالعراق بعد الاحتلال فهو الفوضى غير خلاقة، يعني وضع حقيقة مأساوي مزري. كل من هب ودب بدأ يصدر صحف، هذه الصحف يعني هي حرية. وين تنتقد؟ ليش تنتقد الحرية دكتور؟ هذه ليست حرية. شوف الحرية يجب أن تكون ملتزمة بشيء يسمون المسؤولية الاجتماعية. يعني أي مجتمع من المجتمعات، هاي النظرية خطيرة اسمها المسؤولية الاجتماعية. أنا شبه الوضع الآن في العراق بعد الاحتلال أشبه بالوضع في مرحلة يعني ما بعد السلطوية في بريطانيا. في بريطانيا في القرن 16 الدولة كانت تتحكم بكل الصحافة والوسائل اللي كانت متاحة، الناس يعني ضجت من هذا الموضوع فأصبح يعني جت مرحلة يسموها المرحلة الليبرالية أو النظرية الليبرالية، أصبح بها فوضى.
بعدين جت المسؤولية الاجتماعية بالعراق. الآن احنا في مرحلة الفوضى اللي جاوزوها الأوروبيين قبل 400-500 سنة، والحقيقة هاي الفوضى سببها شنو؟ انه كل شيء بالعراق الآن مسيس، يعني الأحزاب الدينية، الأحزاب اللي مرتبطة يعني بقوة خارجية، هذه كلها الآن لديها صحف وإذاعات وقنوات تلفزيونية، طبعا تمويلها تعرفها كلها من جهات يعني غير أغلبها. بس اكو صحف ملتزمة، يعني اكو صحف لا بأس بها، يعني مثل الزمان مثلا الآن، يعني الزمان الزمان تعرف هذه، يعني مو مشكلتنا الآن بالصحف الطائفية والعنصرية والتفرقة. الزمان حقيقة هي يعني هي واحدة من مخرجات ما قبل الاحتلال. نعم. كانت سرية، عفوا مو سرية، كانت تصدر خارج في العراق. في لندن. وتعرف يعني سعد بزاز رجل يعني عنده خبرة جيدة بموضوع الإعلام. نعم. حريف يعني، فلذلك يعني لا تتفاجأ أنه تكون صحيفة الزمان وغيرها من أيضا غير الزمان في صحف. أكو مثلا بعض الصحف يعني وهي قلة، هي المشكلة إحنا نقيس على الظاهرة، نقيس على الحالات. نعم. على الأعداد. فالظاهرة الظاهرة يعني كارثية، يعني مثلا الآن أي واحد عنده موقف من الحكومة أو من تصرفات الحكومة أو سلوك الحكومة يقتل، يعني عدد الصحفيين انقتلوا أعداد كبيرة جدا. هاي ظاهرة. يعني هاي واحدة. اثنين تكميم الأفواه، يعني الآن أي صحيفة إذا تنشر شيء خارج يعني الشيء المطلوب أو الحدود المطلوبة طبعا تغلق، أو يهدد أصحابها، يعني يهدد أما الصحفي أو صاحبها أنه يتعرضون للقتل. فعلا تم اغتيال كثير من الصحفيين. ولهذا السبب يعني الآن إحنا بالعراق نستطيع أن نسميها الفوضى غير الخلاقة، اللي حقيقة تركت بصمات سيئة حتى لدى الناس. يعني الآن موضوع الافتراءات والكذب ونشر أشياء الغير دقيقة واتهام يعني بعض. أي واحد عنده فلوس يسوي جريدة. بالضبط. يعني أي واحد عنده فلوس يسوي تلفزيون. يعني بس شنو اتجاهها؟ أنا مرة عنده تمويل. نعم. مرة أكو هذا الشخص الحمدانية صاحب زنود. نعم. ست الحمدانية، حتى أنا سألته قلت له أنت جابك على يعني أنت الرجل يعني عندك هاي المنجز بالحلويات متميز واسم وهذا، قال أنا حالي حال الناس الذين دخلوا في هذا الميدان، وحبيت يكون لي صوت يعني على أساس كان بده أن يشتغل يعني صير مجلس يعني عضو مجلس النواب أو شيء، يعني المهم كل واحد له يعني أكو أهداف خاصة يعني. بالضبط. إذن سميتها أنت المسؤولية الاجتماعية. الوضع إذن يعني يجب يعني ما هو العلاج يعني العلاج أنا ننقض ظاهرة الحقيقة. ما هو العلاج؟ هي هاي الظاهرة يعني هي مقصودة من قبل الأمريكان وحلفاء الأمريكان أنه هذه الفوضى تبقى سائدة، لا يوجد هناك يعني ملامح لعمل إعلامي أو صحفي واضح ممكن أن يخدم القضية العراقية، يخدم البلد، يخدم المجتمع. هي قضية، فأنت تريد تغير لازم تغير النظام، يعني قضية التغيير تغيير النظام. هذه المنظومة الآن الموجودة تحكم العراق، إذا ما تتغير زين لا يمكن أن تتغير أوضاع الأخرى. بس قد يصدرون مثلا بعض منهم قد يتجهون إلى إصدار بعض القوانين اللي تحد من هذه الفوضى غير الخلاقة كما أطلقت. هم حقيقة يعني ليس مهتمين بهذا الموضوع، يعني هذا موضوع ليس الأولويات يعني من أولوياتهم الآن، بدليل أنهم مهتمين بأشياء أخرى بعدين هم مستفيدين من هاي الفوضى. أنت شوف الملفت للانتباه هاي نقابة الصحفيين اللي إحنا كنا حتى واحد يكون عضو، أنا خريج إعلام وصحفي يعني حتى يقبلوني سنة كاملة ما روح وتعال وما أعرف شنو، يلا قبلوني وكان رقم يمكن 1200 وما أعرف إيش قد. يعني الآن يعني اللي بيع نفط اللي مع احتراماتي طبعا كل مهائمين. نعم. بس كل واحد عنده مهنته زين، يعني صيرت أنا حسجل مثلا نقابة الأطباء أو نقابة مثلا الصيادلة أو المحامين ما يهقلي، نقابة الصحفيين الآن لكل من هب ودب. زين. أنهي لقائي هذا بقولك هذا، وإن شاء الله تتحسن الأمور لما هو أفضل بصدور قوانين تعالج هذه الحالة الفوضوية القائمة في العراق. إن شاء الله نتمنى ذلك. شكرا جزيلا دكتور، شكرا لكم أعزائنا المشاهدين، وإلى لقاء قادم في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.